أما الآن ينضم إلينا من كركوك مراسلنا عبد الله العامري. أهلا بك عبد الله. عبد الله، زيارة حقيقة وصفت بالخاصة إلى كركوك أجراها الشيخ خميس الخنجر. بودنا لو تضعنا في تفاصيل وحيثيات وأهمية تلك الزيارة التي يجريها الخنجر للمحافظة وأهمية كركوك بالنسبة للخنجر لو سمحت. نعم، مساء الخير سودة، تحية لك وتحية لكل السادة المشاهدين. حقيقة هذه الزيارة للشيخ خميس الخنجر هي الزيارة الرابعة له على مستوى زياراته لمدينة كركوك، هي الثانية خلال هذا العام. الزيارة وصفت بالاستثنائية فعليا على اعتبار ما حملته هذه الزيارة واللقاءات التي جرت خلال هذه الزيارة. البداية كانت طبعا من المقر العام لحزب السيادة واللقاء مع قيادات حزب السيادة هنا في كركوك، الأستاذ خالد الفرجي، السيد محافظ كركوك، بعض الرؤساء العشائر، وجهاء المدينة كانوا متواجدين في الجلسة الأولى. اللقاء الثاني طبعا تم بعد ذلك في داخل مبنى محافظة كركوك مع السيد محافظ كركوك، وأيضا بعد ذلك كانت له جولة لافتتاح مقر آخر لحزب السيادة في مدينة كركوك بوجود الشيخ مهيمن الحمداني، وأيضا اللقاء بعدد من المرشحين وشيوخ العشائر. الحديث اللي دار خلال هذه الزيارة حقيقة سؤدة هو أبرز ما ركزوا عليه طبعا وحدة الكلمة والموقف بالنسبة لأبناء المكون العربي خلال المرحلة المقبلة التي تعتبر مصيرية بالنسبة لكركوك. الجميع يعلم أن التنافس في هذه المدينة هو تنافس على الهوية، تنافس مشروع، لذلك الكل يريد أن يثبت وجوده من خلال دعم الشيخ خميس الخنجر وزيارات المتواصلة لمدينة كركوك. الشيخ خميس الخنجر حقيقة سعدت يعني تحدث بأكثر من كلمة خلال هذه اللقاءات، أبرز ما ممكن أن نتطرق إليه تفضل. هو أبدأ اهتمامه بالوضع العام بالنسبة لكركوك، يعني هو قال أنه رغم المشاكل السياسية ورغم التوترات في العاصمة بغداد، اليوم نحن متواجدون في كركوك، وبالتالي أشاد أيضا بالجهود المتحققة الخدمية في مدينة كركوك، أشاد بدور السيد محافظ كركوك، أيضا أثنى في تحالف إدارة الدولة على شجاعة الموجودين في تحالف إدارة الدولة وشجاعة السيد السوداني سيد رئيس الوزراء بموقفه تجاه القضية الفلسطينية. أيضا هو تجاوز كل التوترات السياسية وجاء إلى كركوك، قال جئت إلى هنا إكراما لأهلي في مدينة كركوك. هو تحدث وقال بأن السيادة ليس مشروع سياسي وإنما هو مشروع للمطالبة بالحقوق، وقال بأنهم طالبوا مرارا وتكرارا بتعديل قانون العفو العام، تطرق أيضا إلى المطالبة بالمغيبين وبالتالي أيضا الاهتمام بقضايا إعادة النازحين. كل هذه التفاصيل، وأيضا هو الشيخ خميس الخنجر أساسا بحديث العشائر هنا في مدينة كركوك كانت لديه بصمة على مستوى افتتاح مطار كركوك، على مستوى إعادة الحقوق للفلاحين في هذه المدينة، الاهتمام بالفلاحين بهذه المدينة بشكل عام. أيضا كان هناك تقوية للجبهة الداخلية، يعني هذا أبرز ما سجلناه، تتلخص بالعدالة والمساواة بين جميع فئات الشعب. طيب عبد الله يعني تطرقت إلى نقطة مهمة جدا تتعلق طبعا نقاط مهمة، لكن من بينها يعني الانتخابات، كيف تجرى الاستعدادات لانتخابات مجالس المحافظات في كركوك في ظل طبعا رسائل التعايش والاطمئنان التي تم إرسالها من هناك؟ نعم، بكل تأكيد هو إذا أردنا أن نتحدث عن المرحلة المقبلة للانتخابات المحلية القادمة ومن منطلق التسامح والتعايش السلمي في هذه المدينة، فمن هنا قال الشيخ خميس الخنجر أبرز مكان وأفضل مكان ممكن أن ننطلق به للعالم بالتسامح والتعايش السلمي هو من مدينة كركوك، لذلك هو تجاوز كل ما موجود في بغداد وكل متعلقات أخرى تجاوزها وجاء إلى كركوك من أجل أن يدعم وأن يحضر للمرحلة المفصلية القادمة، وأيضا وجه رسالة ونداء إلى العشائر العربية المتواجدة في هذه المدينة وقال لهم على اعتبار أنه اليوم في كركوك هي قبيلة العرب، لا وجود للمسميات العشائرية في هذه المدينة، وقال لهم ادخلوا بصوت واحد، وأشدد على موضوع وحدة الكلمة والموقف بالنسبة لمن يروه مناسبا خلال المرحلة المقبلة. أيضا كان هناك حديث آخر موسع للسادة المرشحين في تحالف العربي وفي تحالف قيادة، وأيضا تطرقوا إلى معاناة الجانب الآخر المناطق المحررة اللي سعى من خلالها الشيخ خميس الخنجر
في دعمهم بكثير من القضايا، أيضا تحدث عن مساهمة السيد محافظ كركوك في إيصال الخدمات في تلك المناطق. لذلك الاستعدادات للانتخابات المقبلة تجري على قدم وساق، ونحن بانتظار مرحلة مفصلية تهم كركوك. أعتقد ستكون نقطة تحول في المشهد السياسي والخدمي حتى في هذه المدينة سودد. نعم، مراسلنا من كركوك عبد الله العامري، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.